يعني الغارات الإسرائيلية الجديدة على خان يونس هي استهدفت منزل لعائلة القرة في منطقة بلدة بني سهيلة شرق خان يونس، بالإضافة إلى أراضي زراعية في ذات المنطقة، علاوة على منزل آخر في حي الكتيبة في مدينة غزة. هذا القصف الإسرائيلي أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات حتى هذه اللحظة، وصلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي، فيما تعمل حتى هذه اللحظة طواقم الدفاع المدني والسكان المحليون على انتشال المزيد من الضحايا أو المصابين من تحت أنقاض المنازل المدمرة. القصف على بلدة بني سهيلة وتحديدا منزل عائلة القرة، يعني على ما يبدو أصيب عدد من المواطنين، لكن حتى اللحظة لم تصل إلينا أنباء عن وقوع شهداء في هذا القصف، لكن ضباط الإسعاف تحدثوا عن وجود شهداء وتحدثوا عن إصابات خطيرة وصلت إلى مجمع ناصر الطبي قبل قليل، وعلى ما يبدو أن عدد من الإصابات وصل إلى مستشفى غزة الأوروبي في شرق خان يونس، نظرا لقرب المستشفى من عملية القصف، والتي أيضا تحدثت أضرار يعني داخل المستشفى الميداني الإماراتي في مستشفى غزة الأوروبي، والذي هذا المستشفى بني يعني فترة كورونا، وظل الآن تم استخدامه لمعالجة الجرحى والمصابين. على ما يبدو أن سقف هذا المشفى تضرر جراء الغارات الإسرائيلية التي يعني تقع بالقرب من مستشفى غزة الأوروبي، نظرا لأن محيط هذه المستشفى أيضا تتعرض منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى عمليات قصف عنيفة، خاصة اليوم أكثر من يعني عدة غارات استهدفت محيط مستشفى غزة الأوروبي. هذا الأمر يعني يثير مخاوف الكثير من الجرحى والمرضى ومراكز اللواء الممتلئة في هذه المنطقة من خلال المدارس التابعة للأونروا، ويعني عمليات القصف لا زالت متواصلة، وعملية القصف المدفعي أيضا متواصل في المناطق الشرقية لبلدة القرارة، يترافق ذلك مع تحليق مكثف لا ينقطع للطائرات الحربية الإسرائيلية ولطائرات الاستطلاع، ما ينذر بتجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس في أي لحظة. أوضاع صعبة، كما ذكرنا سابقا بأن مستشفى ناصر أو مجمع ناصر الطبي طالب المواطنين بضرورة التبرع بالدم نظرا لارتفاع أعداد الإصابات، ويعني وهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير من خلال كمية الغارات أو عدد الغارات الكبيرة التي استهدفت مناطق غرب خان يونس، المخيم الغربي، مناطق حي الأمل، مناطق منطقة إسكان حمد، منطقة السطل الغربي، القرارة، بلدة بني سهيلة، الفخاري، عبسان وخزاعة والقرارة وقزان أبو النجار وقزان أبو رشوان، كل هذه المناطق تعرضت إلى عمليات قصف عنيفة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية والقصف المدفعي المتواصل. هذا الأمر يثير مخاوف الطواقم الطبية التي هي بالأساس تعاني من أزمات كبيرة، نظرا لأن كل مستشفيات جنوب قطاع غزة من جنوب الوادي يعني من منطقة النصيرات والبريج وصولا إلى منطقة رفح، كل هذه المستشفيات التي تقع في هذه المناطق هي ممتلئة عن بكرة أبيها بالجرحى والمصابين والمرضى، ولا يوجد متسع بها للمزيد من الجرحى. لذلك كانت هناك إخلاء عدة مدارس في منطقة غزة الأوروبي شرق خان يونس من أجل وضع الجرحى ومرافقيهم في هذه المدرسة حتى يتسنى استيعاب العدد الأكبر من الجرحى. كل مستشفيات خان يونس يعني الغرف ممتلئة، الشرفات الغرف أيضا ممتلئة، الممرات، الساحات الداخلية داخل الأقسام في المستشفيات هي ممتلئة عن بكرة أبيها بالجرحى والمصابين، وأيضا الساحات الخارجية هي ممتلئة كذلك بالنازحين، وبالتالي المستشفيات في جنوب قطاع غزة تعاني معاناة كبيرة جراء عدم توفر الأسرة واستيعاب المزيد من الجرحى في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. عدد الشهداء في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 109 شهداء، بالإضافة إلى مئات الجرحى منذ الساعة السابعة صباحا وحتى هذه اللحظة. نحن الآن على اعتاب الساعات المساء، وربما يشتد القصف الإسرائيلي أكثر، وبالتالي سقوط العديد أو العشرات من الشهداء والجرحى في الغارات الليلية التي ربما تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة محافظات ومخيمات وبلدات قطاع غزة.
إبراهيم، هل هناك من ترك منزله أو مسكنه نتيجة هذا القصف؟ هل حدث إخلاء لمناطق في خان يونس؟ نعم، هذا حقيقة حدث في المنطقة الشرقية من خان يونس. تعلم أنه منذ سرايا الهدنة الناس، المئات من العائلات عادت إلى منازلها. نعم. كانت يعني تحاول أن تبحث، أن تتفقد منازلها، تحاول العثور على أي شيء يمكن الاستفادة منه، خاصة الملابس والأغطية، خاصة الملابس الشتوية للأطفال. لكن هذه، وتعلم أن حجم الركام والدمار كبير، لذلك كان في اليوم الأول والثاني، اليوم الأول والثاني كان مخصصا للعائلات من أجل البحث عن جثامين الشهداء أو بعض الأشلاء التي لا زالت تحت أنقاض المنازل. بدأت الناس بعد ذلك بالبحث عن ملابسها، عن أغطيتها، عن فرشاتها، من أجل يعني تعلم الأمطار الغزيرة في قطاع غزة والرياح والطقس القارس في الليل. لذلك الناس كانت تبحث عن أي شيء ممكن أن يقيها برد الشتاء القارس من خلال جلب يعني بعض المقتنيات. لذلك الناس كانت تبقى إلى ساعة المساء ومن ثم تعود. من كان منزله لا زال قائما ويصلح للسكن كان يبقى داخل هذه المنازل. أتحدث عن المناطق المتاخمة للسياج الحدودي. لكن منذ بدء عمليات القصف، المئات من العائلات الإسرائيلية العائلات الفلسطينية تركت منازلها وجاءت إلى غرب خان يونس في الوقت الذي طالبت به قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في مناطق شرق خان يونس، كل مناطق شرق خان يونس، بضرورة إخلاء هذه المناطق والذهاب إلى جنوب قطاع غزة إلى مدينة رفح. لكن الناس لم يستجيبوا لقوات الاحتلال وجاءوا هنا إلى منطقة وسط وغرب خان يونس في مراكز الإيواء كالعادة. الآن الوضع صعب، وربما هذه الليلة والليالي القادمة تشهد عمليات قصف عنيفة، خاصة وأن هذا اليوم شهدت مدينة خان يونس إطلاق يعني أكثر من 3 أو 4 أحزمة نارية كبيرة جدا، خلفت أصوات ودمار واسع. ربما هذه الليلة تستأنف القوات الجوية الإسرائيلية إغاراتها العنيفة جدا وأحزمتها النارية على مناطق شرق خان يونس من أجل إحداث أكبر عدد ممكن من الدمار والخراب في هذه المناطق، خاصة في ظل التحذيرات والتوعدات الإسرائيلية بأنها سوف توسع عملياتها العسكرية الإسرائيلية في مناطق جنوب قطاع غزة وتحديدا مدينة خان يونس. هذه المدينة إذا تذكر التي قال عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية الغزو البري والاجتياح البري لمدينة غزة وشمالها، طالب سكان مدينة غزة وشمالها اذهبوا إلى منطقة خان يونس ورفح فإنها مناطق آمنة ومناطق إغاثة. هذا هو حال المناطق الآمنة في خان يونس وفي رفح منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، وأصوات الانفجارات والمدافع لم تهدأ بها. مراكز الإيواء كانت ممتلئة قبل الهدنة، والآن يتم الذهاب إلى مراكز الإيواء وهي المدارس في الأصل التابعة للأونروا. هل يمكن أن تستوعب المزيد؟ حقيقة وبكل مصداقية مراكز الإيواء لم تعد قادرة على استيعاب المزيد. الناس بالشوارع هنا في مجمع ناصر الطبي على سبيل المثال، الناس كانت تريد أن تسجل في مراكز الإيواء. عندما ذهبوا إلى مراكز الإيواء لم يستطيع أحد استيعابهم لأن العدد مكتمل. نحن نتحدث عن يعني كل مدرسة ما لا يقل عن 7000 شخص موجود في هذه المدرسة. هذا العدد كبير جدا وضخم جدا، لا تستطيع مدرسة واحدة يعني استيعاب هذا العدد الكبير من النازحين. لذلك كان هناك ضغط شديد على مراكز الإيواء. كان البداية في مراكز الأونروا، ثم بدأت المستشفيات في قطاع غزة، تحدث عن مجمع ناصر ومستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم عندما بدأت عملية النزوح أيضا من مستشفى الأندونيسي ومجمع الشفاء الطبي، تم النزوح باتجاه عن مستشفى غزة الأوروبي وامتلعت عن بكرة أبيها. تم فتح مدارس للأونروا في من أجل استيعاب الجرحى والمصابين والنازحين. أيضا الشوارع والطرقات ممتلئة، الجامعات، مباني الجامعات خاصة جامعة الأقصى غرب خان يونس في منطقة المواصي، جامعة القدس المفتوحة في منطقة حمد، جامعة المفتوحة أيضا في طريق صلاح الدين ممتلئة،
كل الجامعات، كلية العلوم والتكنولوجيا في منطقة قيزان النجار ممتلئة عن بكرة بيها، لم تبقى مؤسسة طبية أو مدرسة حكومية أو مدرسة تابعة للأنوروا أو جامعة أو معهد إلا وامتلأ بعشرات الألاف بل بمئات الألاف من النازحين. نحن نتحدث عن 1,700,000 موجودين في جنوب قطاع غزة جراء عمليات النزوح القسري للمواطنين بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة غزة وشمالها، بالإضافة إلى عملية النزوح الداخلية لخان يونس ورفح. هذا الأمر أربك كل المؤسسات الدولية التي هي بالأساس غير قادرة على تقديم خدماتها في ظل التعنت الإسرائيلي وعدم إدخال ما يكفي من مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية، وهذا الأمر خلق نوع كبير من الأزمات الإنسانية والمعيشية والطبية وأدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى عدم وجود أي يعني كميات صالحة للشرب بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى الأبار الجوفية، وبالتالي هناك خطورة بالغة على سكان جنوب قطاع غزة. هذا علاوة على الكارثة الحقيقية التي يعيشها سكان مدينة غزة وشمالها. هل من معلومات إبراهيم كم تكفي المساعدات التي دخلت للقطاع قبل عودة العدوان الإسرائيلي، خاصة من الوقود والمساعدات الطبية؟ كم تكفي من الوقت؟ لا تبقي شيء، لا يوجد الآن مساعدات في قطاع غزة. نحن نتحدث عن 200 شاحنة يومية يتم توزيعها على كل سكان قطاع غزة على مراكز الإيواء، يتم من خلال جدولة هذه المساعدات في الأيام العادية قبل العدوان الإسرائيلي. ورغم حالة الحصار المشددة التي كانت مفروضة على قطاع غزة، كانت هناك ما يدخل قطاع غزة نحو 600 شاحنة. نحن نتحدث الآن عن 200 شاحنة اليوم، الشاحنات توقفت، تم وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وبالتالي المساعدات التي كانت تدخل فترة الهدنة على تحديدا المساعدات الغذائية والمياه وبعض المستلزمات الطبية هي لا تكفي، لا تكفي لشمال مدينة غزة، أم ستكفي سكان المدينة غزة، أم ستكفي المنطقة الوسطى البريج المغازي النصيرات الزوايدة دير البلح، أم ستكفي خان يونس التي تضاعف عدد سكانها 4 مرات، أم ستكفي رفح التي أيضا تضاعف عدد سكانها. هذه المساعدة هناك نقص حاد كبير في كافة السلع والمواد التموينية في كافة محافظات قطاع غزة. هذه المساعدات ربما التي تدخل لا تكفي إلى 4 مراكز إيواء في مدينة غزة، ويعني مركزين إيواء في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى 4 مراكز إيواء في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. كميات شحيحة، خاصة إذا ما قررنا أن عدد الشاحنات التي تدخل يوميا من السولار وغاز الطهي هي كميات محدودة، تدخل يوميا كان يدخل 130,000 لتر من غاز من المحروقات من السولار، بالإضافة إلى كميات محدودة من غاز الطهي. حتى اللحظة هناك منذ بسريان الهدنة وهذا اليوم الثامن، حتى اللحظة هناك أناس لم يستطيعوا تعبئة أنبوبة غاز واحدة. أتحدث عن مئات الآلاف الذين لم يستطيعوا تعبئة أنبوبة واحدة خلال 8 أيام من الهدنة، وهذا اليوم الذي تم خرق الهدنة فيه. هناك أزمات كبيرة جدا، وستزداد الأزمات مع تصاعد العدوان الإسرائيلي وأيضا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة والأمطار الغزيرة في القطاع.